السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة بدمنهور، معاك كابتن أبو نور. طبعا يا جماعة، يعني في مشكلة احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة في الحلقة بتاعتنا. مش هنتنطط كتير ولا شمال ولا يمين عشان الأخ اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتنا وبيقول إن أنت خيرتني. لا أنا ثابت أهو يا عم، حلو كده تمام. طبعا يا جماعة، بالنسبة للفيديوهات بتاعتنا يعني الحمد لله احنا بنحقق ان الناس بتبقى راضية عننا، مش اكتر. مش عايزين ما بنحققش مشتركين ولا كلام من ده، ولا احنا بتوع الكلام ده كله، ولا يلزمنا الكلام ده. بس احنا كفاية ان الناس تبقى راضية عننا، كفاية ان شغلنا يبقى باين، مش كفاية ان احنا صوتنا بيوصل للناس والناس بتعرف احنا عايزين نقول لهم ايه. عايزين نتكلم على حاجة النهاردة مهمة جدا. معلش انا لازم اتحرك بقى. عايزين نتكلم على حاجة النهاردة يا جماعة مهمة جدا، وهي سوق الكلاب. سوق اي سوق كلاب حرص وانت نازل تشتري، زي ما في كويس زي ما في وحش. بس اوعى تنسى ان سوق الكلاب مفيش واحد هينزل بكلب ويبيعه الا لما اكيد في عيب. انت هتلبس العيب ده، انت هتجرب العيب ده. في سوق كلاب اعرفه في محافظات بدون ذكر الاسماء للمحافظات دي، كلاب بتنسبخ، كلاب بيبقى صدرها ابيض وبتاخد صبغه، كلاب بيبقى فيها عيوب وبتدارك، كلاب بتنزل كلاب بتبقى كوره كبيره ما بتخلفش وبتتباع، كلاب بيبقى مثلا الجراوي صغيره شعبي وبتتباع على اسم كلاب تقيله. لان ما بينزلش سوق الكلاب الا الغلبان اللي ما يعرفش، اللي بينزل يشتري كلب ويجري ما هوش عارف هو بيعمل ايه، مش عارف هو هيلبس ايه. حرص قبل ما تنزل. لو نازل سوق الكلاب خد معاك حد فاهم. لو نازل سوق الكلاب صور كلب اللي انت هتشتريه من غير، يعني حاول ان انت تصوره في فيديو بس مباشر وتعرضه للناس تشوفه وترد عليك بسرعه. حاول اي حاجه، يعني ما توقعش، لان فلوسك دي مش جايه من حرام. فلوس والدك او فلوس والدتك او فلوس، مش شرط الناس الكبيره، في شباب صغيرين بيبقى مجمع قرش، ربنا يعلم من مصروفه من شغله، من طالع ميتين امه طول الاسبوع، وبيجمع قرش عشان يروح يشتري كلب، ويعيني يروح يلبس في الكلب. لان اللي بيبيع لك الكلب ما يعرفكش، هو بيلبسك في الحيطه وخلاص، ما هوش عارف انت بتعمل ايه. حرص من سوق الكلاب، لان سوق الكلاب ممكن يضيعك، ممكن انت تصرف فلوسك ما تلاقيش فايده باللي انت خدته. حرص من سوق الكلاب، لان سوق الكلاب اكيد اكيد ان ده اللي بتتباع، اكيد اكيد يعني ان ده اللي بتتباع. يا اما ما بتخلفش، يا اما بتاكل عيالها، يا اما عندها عيوب في الجهاز التناسلي، يا اما عندها ايه لو هي شكلها حلو. ماشي، حرص من الذكر اللي شكله حلو جامد في سوق الكلاب، ممكن يكون ما بيتجوزش، ممكن يكون ما بيخلفش، ممكن يكون عنده عقد. يبقى انت بتلبس يا معلم، لان انت مش هتاخد معاك نتايه وتجوز الكلب في سوق الكلاب. طبعا يا جماعه، مشكله سوق الكلاب ان انا لما بشتري وبمشي وارجع تاني عشان ارجع ولا ادور على اللي انا شاري منه مش هلاقيه. ادي مشكله سوق الكلاب. سوق الكلاب يا جماعه حرصوا منه. بس زي ما في ناس مش كويسين، في ناس كويسين والله في سوق الكلاب، وبنشوفهم وعارفينهم وبنتعامل معاهم. في ناس بتبقى بتبيع، شوف يعني اكيد زي ما واحد بيبيع عشان يخلع بالنصبايا، اكيد في واحد بيبيع علشان عنده ظروف مسافر، اكيد في واحد بيبيع عشان عنده ظروف محتاج، اكيد في الكلام ده. بس حرص، انا بحذرك، حرص من سوق الكلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.